مرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم ماشية الصحافة، وهذه جولة صحفية جديدة نرصد من خلالها ماشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية مع ضيفي الكاتب الصحفي دكتور أحمد الجدي. حياك الله معنا. على أستاذ سؤال، صبح عليكم بالخير وعلى السادة مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. وأيضا انضم إلينا في الزاوية الأخرى من الاستديو رسام الكاريكاتير محمد ثلاب. حياك الله. يا هلا، حياكم الله. إذن مشاهدينا بعد الفاصل أبدأ معكم بصحافتنا المحلية. والآن مشاهدينا نأخذكم في جولة مع الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم، والبداية من جريدة الأنباء التي سلطت الضوء على لقاء سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بوزراء وممثلي وزراء أعلام الدول العربية والخليجية. ونقرأ هذه العناوين: نائب الأمير لوزراء وممثلي وزراء أعلام الدول العربية والخليجية كثفوا جهودكم في التصدي للشائعات ومواجهة مخاطرها، وضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل التي تنشر أخبارا غير صحيحة قد تؤدي لإحداث فتن، نقدر لكم وضع القضية الفلسطينية في أولويات طرحكم، أهمية تضافر الجهود لإبراز القضية الفلسطينية وجعل الخطاب الإعلامي من وسائل تناولها والدفاع عنها، من الواجب عليكم توعية الشباب وتنمية إدراكهم لمجابهة ومواجهة أي أفكار هدامة تستهدف عقولهم. وفي موضوع ذي صلة كتبت صحيفة الرأي هذه العناوين: وزراء الإعلام العرب إدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج الدراسية لكل المراحل. المجلس اختتم أعمال الدورة 16 باعتماد توصيات في مقدمتها القضية الفلسطينية. أصدر في ختام الاجتماعات 12 بندا ووجه الشكر إلى الكويت لمبادرتها لرعاية جائزة التميز الإعلامي العربي. مشاهدينا ننتقل إلى الزاوية الأخرى من الاستوديو مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، ونبدأ يعني نتكلم عن فكرة رسمة الكاريكاتير لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم عن موضوع الساعة اللي هو الشائعات وكلمة صاحب السمو ولي العهد حفظه الله ورعاه عن التصدي لهذه الآفة، هذه آفة الشائعات في اجتماع وزراء الدول العربية الموجودين في الكويت، فسوينا كاريكاتير عن الموضوع هذا، إن شاء الله نشوفه كامل إن شاء الله في نهاية البرنامج. في نهاية الحلقة يبدو نشوفه بشكل كامل وتفصيلي أكثر إن شاء الله. وما زلنا معكم مشاهدينا في صحيفة الرأي التي تناولت اختتام مهرجان الجرين الثقافي في دورته 28 الذي أقيم تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وتقول الرأي: وسط حضور رسمي وجماهيري تقدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووزير الثقافة والإعلام عبد الرحمن المطيري ونظرائه من وزراء الإعلام العرب، أسدل الستار على مهرجان الجرين الثقافي في دورته 28 الذي أقيم تحت مظلة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص دولة الكويت واهتمامها بدعم الحركة الفكرية والثقافية ورعاية المبدعين والموهوبين بما يعكس وجهها الحضاري وعزمها على إثراء الحياة الثقافية في محيطها الخليجي والعربي. ومن جريدة الجريدة نقرأ خبرا عن الهيئة العامة للبيئة نفت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بأن غبار الكويت سام ومسرطن باحتوائه على 37 عنصرا ساما ويسبب السرطان والزهايمر وتلف الكبد والجهاز العصبي. ونقلت الجريدة عن الهيئة أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خبر لجماعة الخط الأخضر نقلا عن صحيفة أمريكية عار عن الصحة، لافتة إلى أن الصحيفة ذاتها ليست دورية علمية يعتد بها، إنما هي منصة إخبارية لا تعتبر مصدرا علميا.
إنهاء فوري لإجراءات المركبات المستوردة. تحت هذا العنوان كتبت جريدة الوسط تقول إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح أصدر أمرا بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 78 لعام 2015 بإنهاء الإجراءات الفورية لجميع المركبات المستوردة من الخارج في منفذ النصيب بالوقت الحالي قبل دخولها إلى الكويت، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 19 من مارس الجاري. أما في جريدة الجريدة نقرأ خبرا عن تأكيد نائب المدير العام لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء بالإنابة مهندس ثامر المطيري انتهاء موسم المخيمات الربيعية، موضحا أن البلدية ملتزمة بالقرار الصادر من لجنة المخيمات الربيعية للموسم 2022 و2023، ولم يتم استقبال أي قرار تمديد بشأنه. وأضاف للجريدة أن مفتشي البلدية سيبدأون عملهم من اليوم بتنبيه أصحاب المخيمات التي ما زالت منصوبة حتى لا تعترضها آليات الإزالة، مؤكدا ضرورة التعاون للحفاظ على نظافة البر ومساندة فرق النظافة في رفع المخلفات المتبقية. مشاهدينا ماشية الصحافة مستمر معكم بعد هذا الفاصل، نتجه وإياكم إلى الصحف العربية والعالمية. أهلا بكم مشاهدينا في قراءة لتحليلية لماشيتات الصحف العربية والدولية مع ضيفي الدكتور حمد الجدعي، وبدايتنا ستكون مع صحيفة القدس العربية التي تطالعنا بهذا العنوان. السلطة الفلسطينية تعلن المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية، وتفصيلا كتبت القدس العربي أن السلطة الفلسطينية أعلنت عن مشاركتها في قمة شرم الشيخ الأمنية المقررة في 19 من مارس الجاري مع إسرائيل بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية. وذكر بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أنه التقى في رام الله الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو لبحث العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة الذي كان قد خلص إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء ثان في مدينة شرم الشيخ المصرية. إذا نتحدث عن قمة في شرم الشيخ بعد قمة في العقبة الماضية، في القمة الماضية، في ظل استمرار العدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من استيطان وتهجير وحتى قتل وتشريد في الأيام الماضية، فما هي رهانات قمة شرم الشيخ؟ نعم يعني أستاذ سعود، مثل ما ذكرت يعني من مطلع عام 2023 ويعني الانتهاكات والتوتر ووتيرة الاقتحامات الإسرائيلية أو المستوطنين للضفة الغربية قاعد تتزايد وقاعد تتفاقم، يعني حتى وصلت إلى ردود أفعال قوية من الفصائل أو كتائب فلسطينية، و يعني بدنا نشاهد اليوم أن حتى الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الكيان المحتل فقدت السيطرة على المستوطنين ولا قادرة يعني أنها توقف هذه الاحتكاكات. اليوم تأتي هذه الغمة يعني واضح أنها برعاية أمريكية وضغط أمريكي لخفض التوتر اللي حاصل في بين المستوطنين والكتائب الفلسطينية. يعني الحكومة أو السلطة الفلسطينية ما ذكرت أي بيان عن أو أي تفاصيل عن هذه اللقاء اللي راح يتم في شرم الشيخ، ولكن في تقارير من الكيان المحتل يعني ظهرت وبينت أن يعني أن راح يشارك في هذه القمة رئيس الأمن القومي الإسرائيلي والرئيس أو رئيس الأمن العام الإسرائيلي وأيضا
يعني من الجانب الفلسطيني منسق العلاقات أو منسق العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وبالتالي يعني من هذه المعلومات وهذه البيانات يتضح لنا أن هذه القمة أمنية بامتياز، كل القيادات الأمنية حاضرة فيها، هدفها واضح أن خفض التوتر. يعني أمس مثل ما ذكرنا في الخبر أن القمة الوزراء العرب اللي عقدت في دولة الكويت تطرقت يعني أو وضعت القضية الفلسطينية في أولى أولوياتها وأولى التوصيات. بلا شك يعني هذه الأمور مع قمة شرم الشيخ مع التوجه الإعلامي الموحد العربي يعني نعتقد أنه راح يخفض هذه التوترات ويسعى إلى يعني زيادة إلى الاستقرار. نعم، نذهب معك إلى صحيفة الرياض وموضوع آخر تطالعنا بهذا العنوان: الطاقة الذرية، اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من موقع في ليبيا. تفصيلا، كتبت صحيفة الرياض السعودية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في بيان للدول الأعضاء أن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة. وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء 10 اسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه. يعني ما دلالات هذا المانشيت نتحدث في الشأن الليبي التي لا تزال هناك تشهد حالة توتر واستقطاب بين الأطراف الليبية؟ يعني لا شك أن يعني هذا الخبر مثير للقلق وبشكل كبير. يعني احنا ما قاعد نتكلم عن فقدان بترول او قاعد نتكلم عن فقدان مشتقات البترول، قاعد نتكلم عن فقدان يورانيوم. يعني قاعد نتكلم على احتمالات تسرب إشعاعي، احتمالات يعني خفض أمن نووي. ليبيا مثل ما احنا عارفين قاعد تشهد عملية يعني أو تشهد يعني عدم استقرار سياسي، وفيها ميليشيات حربية وفيها أيضا حتى مافيات أوروبية. وهذا يعني صمت ليبي اليوم قاعد نشوف حتى الحكومة الليبية ما بينت ولا ردت على البيان اللي طلع. كل هذا يعني يزيد من المخاوف. وبالمناسبة يعني أستاذ سعود، أن من أيام معمر القذافي الرئيس الليبي الراحل كان في يعني مشروع برنامج نووي ليبي كان يسعى له، وأعلن في عام 2003 أنه توقف عن هذا المشروع وترك المخلفات النووية في الأراضي الليبية. يعني وبعضها مرصود أماكن هذه المخلفات وبعضها غير مرصود، حتى تدخلت حتى المافيات الأوروبية للاستحواذ على هذه المخلفات. يعني هذا كله يشير إلى أن هذه المخاوف من الخطر أو التسرب الإشعاعي أو المخاطر النووية هذه موجودة أو مرتبطة في الشأن الليبي، خصوصا في هذا الوضع الانفلات الأمني. يعني بكل تأكيد بدأت الاستخبارات العالمية بكل مكان أنها تعمل رصد هذه وتبحث عنها، ولكن ما دامت مجهولة المصدر لا زالت المخاوف يعني موجودة. نعم، ننتقل إلى صحيفة زمان ونقرأ فيها: اجتماع مرتقب بين سوريا وتركيا وإيران في روسيا. وتفصيلا، كتبت صحيفة زمان التركية: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن روسيا مستمرة في العمل على تنظيم اجتماع رباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في موسكو الأسبوع المقبل. وكشف بوغدانوف في وقت سابق أنه يجري العمل بشكل متكتم وهادئ على ترتيب اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران. واستضافت روسيا في ديسمبر الماضي أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. يعني نتحدث في الآونة الماضية عن ترتيبات في الشرق الأوسط لتركيا وروسيا وإيران فقط، الآن دخلت
سوريا معهم على نفس الخط. ما هي الترتيبات التي يمكن أن يتم الإعداد لها في هذا اللقاء لعودة سوريا إلى الحاضنة الدولية يعني بعد 11 عاما من الحرب؟ يعني احنا قاعد نتكلم عن اجتماع حلفاء مباشرين مع سوريا مثل إيران ومثل روسيا وتركيا. تركيا اليوم يعني مصالح أردوغان الانتخابية كلها مرتبطة بعودة يعني بعودة اللاجئين السوريين، ولذلك بدأنا يعني نرى تركيا تتقارب من سوريا، وبذلك هذا كله تمهيد لعودة سوريا إلى النظام الدولي المرفوض يعني قطعا من قبل القوى الغربية ومن قبل الولايات المتحدة. ولكن يعني أستاذ سعود خلنا نتكلم بوضوح أكثر، يعني الوضع في سوريا أيا كان النظام، يعني نظام الأسد لا يمكن أن يستمر بهذا يعني بهذه الطريقة، يعني أو ترك سوريا بهذا الشكل هو تخلي عن سوريا. ولذلك يعني فتح حوارات أو طرق دبلوماسية أو سياسية مع النظام السوري اليوم لإيجاد يعني حلول، لأن الحلول حاليا معدومة حتى عند النظام الدولي وحتى عند النظام السوري، ولكن بدون فتح خطوط الاتصال هذه لا يمكن أن يوجد حلول. إذن ننتقل إلى صحيفة سبوتنيك تطالعنا بهذا العنوان: بلينكين توسط الصين في الاتفاق الإيراني السعودي أمر جيد. أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بوساطة الصين في اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وقال بلينكين للصحفيين خلال زيارته لإثيوبيا إن اتفاق استئناف العلاقات يمكن أن يكون مفيدا للمنطقة. أضاف الوزير الأمريكي: من وجهة نظرنا أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل التوترات وتجنب الصراع وردع بأي شكل أعمال خطيرة ومزعزعة للاستقرار من قبل إيران يعتبر أمر جيد. ماذا تقرأ في دلالات هذا الترحيب الأمريكي بالاتفاق السعودي الإيراني بوساطة صينية، وكيف تنظر واشنطن إلى تنامي دور بكين من هذه الوساطات؟ نعم، يعني مبدئيا الولايات المتحدة اليوم قاعد تنظر إلى الدور أو إلى هذا الاتفاق بحالة من الترقب وحالة يعني من الحذر. لا شك يعني أن لا تملك حاليا في الوضع الراهن الولايات المتحدة لا تملك إلا أن ترحب وتدفع بهذا الاتفاق، لأن هي اللي كانت تردد أو تسعى إلى خفض التوتر في المنطقة. ولكن المشكلة تكمن بأن من لعب دور الضامن لهذا الحوار هي الصين. يعني هذا قبل أن يتم هذا الاتفاق كان هذا الدور هو دور أمريكي بامتياز وحصري ومحتكر. لذلك يعني المملكة العربية السعودية بهذا الاتفاق المفاجئ، يعني حتى لو كانت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها يعني كانت تعلم بأن هناك ترتيبات ومدري، لكن هذا أمر يعني لا يمكن أن يصدق، لأن أمريكا لو كانت تعلم بأن الصين هي الضامن لهذا الاتفاق لما يعني جعلت هذا الاتفاق يتم. نعم، ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ فيها: قلق صيني روسي من اتفاق الغواصات، مع عنوان فرعي جاء فيه: تحذيرات من مخاطر انتشار نووي ومواجهة لسنوات. وفي تفاصيل كتبت صحيفة الشرق الأوسط أنه في خطوة وصفت بأنها أكبر مسعى أمريكي لمواجهة النفوذ المتنامي للصين، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألباني ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك عن تفاصيل ما بات يعرف باتفاق أوكوس لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بطاقة نووية. ونددت الصين بالاتفاق محذرة من أن من سلوك هذه الدول طريقا خاطئا وخطرا في ازدراء كامل لمخاوف المجتمع الدولي، كما أدانت روسيا الاتفاق معتبرة أنه سيؤدي إلى مواجهة تستمر إلى سنوات في آسيا. كذلك حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مخاطر انتشار نووي مع برنامج الغواصات
العاملة بالدفع النووي. إذن دكتور حمد، كيف تحلل رهانات ومخاطر هذا التسابق الدولي من أجل أسلحة الدمار الشامل؟ هل برأيك ما زال السلاح النووي يعتبر رادعا أم أن سينتقل إلى وضع هجومي؟ يعني سباق التسلح اللي قاعد يحدث حاليا في العالم أمر يعني مثير للقلق، ويعني يؤكد أن العملية ليست هي عملية ردع، وإنما هي أسلحة هجومية، خصوصا فيما يتعلق في الصفقة الأخيرة، صفقة القواصات النووية اللي تمت مع أستراليا. واضح أن حصار أمريكي أو حصار معلن أصلا، يعني حصار أمريكي أسترالي بريطاني للصين وروسيا من كل الاتجاهات. يعني أمريكا رفعت إلى كسباق تسلح، رفعت ميزانية الأسلحة إلى أكثر من 800 مليار. روسيا رفعت ميزانيتها، الصين رفعت 2% ميزانيتها، فرنسا، بريطانيا، اليابان، حتى ألمانيا. ألمانيا واليابان بدأوا اليوم يرفعون أو يتسابقون أو دخلوا هذا السباق التسلح. لذلك يعني الأمر يعني مقلق للكثير من الدول. واضح يعني أن هذا السباق الغرض منه يعني ليس دفاعيا. نعم، ننتقل معك ومع السادة المشاهدين إلى صحيفة الأهرام التي تعنون رئيس أوكرانيا يقيل 3 من حكام المناطق. صحيفة الأهرام المصرية كتبت في التفاصيل أن الوثائق ذكرت أن الإقالات جاءت بناء على طلب الحكام، فيما يتردد أنه من المرجح ترقية أحد الحكام ليصبح سفيرا لأوكرانيا لدى كازاخستان، بينما سيعود حاكم آخر إلى صفوف الجيش الأوكراني، ولم يتم إعلان شيء بشأن مستقبله أو بشأن تعيينات في المناصب الثلاثة الشاغرة. صحيفة الأيام تطالعنا بهذا العنوان: بعد إسقاط الدرون الأمريكية، مقاتلات ألمانية وبريطانية تعترض طائرات روسية. صحيفة الأيام البحرينية كتبت: اعترضت المملكة المتحدة وألمانيا بطائرات مقاتلة طائرتين روسيتين كانتا تحلقان بالقرب من أستونيا، واقتربت الطائرة الروسية وطائرة التزود بالوقود الروسية من المجال الجوي للناتو دون الاتصال بالسلطات الأستونية. وهذه المرة الأولى التي تجري فيها المملكة المتحدة وألمانيا اعتراضا جويا مشتركا كجزء من معاهدة الناتو، وفق لما أوردته فوكس نيوز الأمريكية. وجاء الحادث بعد ساعات فقط من قيام طائرتين روسيتين بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار بقيمة 32 مليون دولار فوق البحر الأسود، حيث قامت الطائرتان النفاذتان بمضايقة الطائرة بدون طيار لعدة دقائق قبل قطع مروحة الطائرة بدون طيار. هذه التوترات يعني من هذه الحوادث ينذر بقرب مواجهة أخطر وأشمل بين موسكو وواشنطن في ظل استمرار الحرب يعني بين روسيا وأوكرانيا. نعم، يعني الوضع هو أصلا متوتر، والعلاقة يعني أو الحرب تبدأ أحيانا بخطأ شرارة. أي بشرارة. نعم. وبالتالي هذه التوترات ممكن أنها يعني بكل تأكيد أنها تشعل فتيل هذه الأزمة. واضح أن ما تم يعني من استهداف الطائرات الروسية هو رد مباشر على استهداف على إسقاط الطائرة الأمريكية، وبالتالي مثل هذا التوتر يعني بكل تأكيد قد يشعل شرارة الحرب، ويعني ندخل في ما دائما يردد ويقال أن نعلم أن اليوم أو بدأت الحرب ولكن لا ندري متى تنتهي. نعم، نذهب إلى صحيفة الاندبندنت مشاهدينا ونقرأ فيها: واشنطن تحقق في قضية إفلاس بنك وادي سيليكون. وتفصيلا كتبت صحيفة اندبندنت البريطانية أن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا في قضية إفلاس بنك وادي سيليكون، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر مقربة من الملف. وأفادت اندبندنت أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية
أطلقت هذا التحقيق، وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي. أما في صحيفة البيان نقرأ: صراع الحلفاء، أوروبا تكتوي بخطة خفض التضخم الأمريكية. البيان: الإماراتية كتبت 7 عقود مرت على ذلك التماهي المعلن دائما في الأمن والسياسة والاقتصاد، إلا أن تناقضات برزت في الآونة الأخيرة كشفت عن تضارب مصالح اقتصادية بين الحليفين، خصوصا بعد جائحة كورونا التي رزح الاقتصاد العالمي في نيريها العامين وتركت ندوبها على كل دول العالم ومنها الولايات المتحدة التي لجأت لإجراءات كثيرة لتحفيز اقتصادها وخلق مجال استثماري منافس مع استمرار العملاق الصيني في الصعود. في سبيل رأب الصدع، زارت رئيسة المفوضية الأوروبية واشنطن في 10 مارس الجاري، وخلال لقائها الرئيس جو بايدن تم الالتزام بتجنب أي منافسة ضارة في السباق من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة. وننتقل معكم إلى مقال اليوم لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة عكاظ تحت عنوان: الأزمة الصامتة بين كييف وواشنطن، للكاتب رامي الخليفة العلي. بداية المقال جاء فيها أنه على امتداد الأسابيع الماضية وخلال الحرب الدامية ما بين القوات الروسية وميليشيات فاغنر من جهة والقوات الأوكرانية من جهة أخرى للسيطرة على باخموت، وتصريحات القادة الأمريكيين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين متشابهة، وكانت تشير إلى أهمية باخموت الرمزية وليست العسكرية أو الاستراتيجية، وهذه كانت دعوة غير مباشرة للقوات الأوكرانية للانسحاب من هذه المدينة وتركها للقوات الروسية. مع ذلك فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض حتى الآن الاستماع إلى النصائح الأمريكية، إلى الدرجة التي وصفت فيها صحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الخلاف وصل إلى أهداف الحرب وحدود الصراع. فالإدارة الأمريكية باتت تتمهل أكثر في دعم كييف، بل أن الكشف عن وجود أياد أوكرانية في تفجير خط نورد ستريم في بحر البلطيق يشير إلى عمق الأزمة بين الطرفين. مشاهدينا، وصلنا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. ونعود للطرف الآخر من الاستوديو مع رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، ونرى جاهزية الرسمة بشكل كامل ونتحدث عنها بشكل تفصيلي أكثر. طبعا مثل ما قلنا بداية البرنامج، هي يعني مقتبسة من كلمة صاحب السمو نائب الأمير في كلمته للوفود اللي وصلت من رؤساء وزراء الإعلام للدول العربية والخليجية، كان حث على محاربة الفساد، محاربة الشائعات، فكان فرسمت كاريكاتير يعني الوعي، وأيضا الصوب الثاني الشائعات، فالوعي دائما يعني يقف ضد الشائعات الموجودة، وحطيت يعني الشائعات اللي هو الموبايل أو التليفون، هو دائما هو اللي دائما يبث الإشاعات ودائما نوه يعني، ويعني نحث الناس لمتابعة الأخبار الصحيحة من المصادر الرسمية، يعني الأمور الرسمية، عشان يعني نمنع من هذه الآفة. رسمة معبرة ويعني جميلة، خصوصا يعني أشار لها بشاشة التليفون، وهو أسرع وسيلة حاليا لنقل الأخبار سواء الصحيحة أو المغلوطة. بالفعل نشارك صحيح. أيضا ضيفي الدكتور حمد الجدعي، كونك أيضا كاتب صحفي وتعمل في هذا المجال، بالتأكيد الشائعات يعني مؤذية جدا في هذا الجانب، خصوصا مع سهولة وصول الأخبار حاليا في الوسائل الحديثة. تعليقك على رسمة المبدع طبعاً حمد الله. طبعا رسمة معبرة جدا ومتماشية مع خلص له المؤتمر أو قمة الوزراء العرب يوم أمس. لا شك يعني أن احنا اليوم أمام معركة وعي وأمام مسؤولية مجتمعية كبيرة للتصدي لهذه الشائعات. حتى نائب سمو الأمير حفظه الله
الشيخ مشعل أحمد أمس تكلم وركز على نقطة إثارة الشائعات التي تضرب أو تثير الفتن بين شعوب العربية. نعم. يعني بشكل أوسع حتى خرج عن دائرة الشائعات المحلية. الداخلية المحلية إلى الشائعات الدولية، وهذا كل أمر يحتاج بكل تأكيد مسؤولية مجتمعية ومعركة وعي، نتمنى يعني أن نتشارك فيها ونتصدى لهذه الشائعات. نعم. بعد هذا الكاريكاتير مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ما يسعني أن أشكر ضيفي في الاستوديو الكاتب الصحفي دكتور حمد الجدعي، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك. وأيضا شكر موصول لضيفي رسام الكاريكاتير محمد ثلاب، يعطيك العافية. حياكم، مشكورين. إذن شكر موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، ونلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.